أما هلأ فصحيح غابت وردة، ولكن عطاءاتها الفنية وأغنياتها مش ممكن ننساها. أما فيما يخص الموضة، فالسيدة وردة كانت تعرف تختار إطلالاتها اللي بتناسب عمرها ومكانتها. خلونا نعمل جولة على بعض إطلالات الراحلة وردة. حفلة قديمة للسيدة وردة لبست فيها اللون الزهري. اللي حلو عم نشوفه بهيدا الكليب إن وردة لابسة فستان كتير ناعم، يمكن بيتماشى مع عصرنا هلأ، منه كتير طالع بنقز أو منه حلو أو عم بيعطي إنه هو قديم. هيدا بدل قديش كانت وردة عندها اطلاع عميق بالموضة، ويمكن بحكم كانت إنه عايشة بباريس وبيرمي على كتير دور أزياء، فهيدا بيعطيها نظرة ذكية باختيار القطعة اللي هي بدها تلبسها. صح، في سعة اطلاع عندها لوردة، وهيدا الشيء بعود لأنها ما اكتفت أنها تكون بس مطلعة على الديزاينرز المصريين واللبنانيين وكمان بالخارج، واللي بيميزها كمان أنها بتزيد اكسسوارز، بهيك بتعطي مثل شوية تاتش حلوة للفستان مثل الفولار اللي حطته. وإذا ملاحظين هون عم نحكي عن فوشة وأحمر، يعني شوفوا اللونين هول قد ايه دارجين اليوم، كانوا دارجين من زمان. حتى الشعر، هيدي فورمة الشعر اللي هلأ دارجة، السنة رح تكون دارجة كتير ورح تلاحظوها على أكتر من غلاف بأكتر من مجلة. أغاني الزمن الجميل بصوت وردة. اللي حلو بوردة دايما بتزين أو بتزيد فستانها بالأكسسوارز مثل ما قالت دارين. هون عم نشوف فولار بلوم على رقبتها، يمكن دايما بتحب تحافظ على إذا بده يكون الدفء بحنجرتها حفاظا عليها. دايما شعراتها معمولة على آخر موديل، فستانها حلو. هون عم نشوف الأبيض مع الفضة، دايما وردة عندها إطلالة وعندها هوية بإطلالتها، وهو هيدا الأهم. صح هيدا الشيء. وهون كمان منلاحظ قد ايه كانت كمان تركز على الميك اب. هون في الاي شادو يلي لونه هيك موف واضح على عيونها. الشعر مثل ما قال علي دائما بتغير لوكات الشعر، واطلالتها دائما مميزه، دائما بين ست بفستان طويل راقي بيعطيها طله وبيعطيها طول. عام 97 ببيروت وتحديدا بمهرجان اوربت اطلت وردة امام جمهورها. هون عم نشوف اطلالة عن جد حديثة لوردة بقصة شعرها الكاريه، جريئة باختيار قصة شعراتها لاحظناها بخلال مسيرتها وخلال ابحاثها باطلالاتها بمجال الموضة. الحلو كمان بوردة انه لما تكون لابسة الوان الميك اب تبعها بيكون ديسكري، يعني ما ضروري اذا لابسين ازرق او تركواز يكون الاي شادو تركواز لان ساعتها كارثه. وهيدا الحلو فيها، بتعرف شو بيلبق لها ودائما دائما شعرها على مود. هون عم نشوف وردة بإطلالة ببيروت شوي بتشبه العباية مسلين، لأنه جسمها تغير لوردة فبدها تلبس قصص تكون مرتاحة فيهم على المسرح. واللي لفت لي نظري أكثر إنه هي عندها حب للمجوهرات، عندها حب للألماز، دائما بتلبس قصص بديناية من حلق أو خواتم بأحجام كبيرة، ودائما بتعتمد اللون الأبيض من الألماز، فبحسها هيدي ميزة خاصة فيها لست وردة. فعلا، وهي يعني ينطبق علي قد ايه انه المرأة بتحب الدايموندز. وحبيت شوي هون كيف انها اختارت هيدا الدوغري من الجون، يعني بتحسه اصفر مطفي على قولة علي، هو دايما بحب يقولها هالكلمة. وشعراتها مهضومين هيك كأنه معمولين بالجيل، كأنه مخصلين وفيهم لمعة كتير فيهم يونجل اطلالة، مع انه هي تقدمت بالعمر بس هيك عطتها شوية لوك شبابي. حرمت حبك من أجمل ما قدمت وردة. ما فينا نقول عن هذا الكليب أو هذا الفستان ما كان نقطة أو مميزة بحياة وردة. أول شيء لأنه لبسته من دار المصمم اللبناني شويتر يلي كانت هي مخلصة له بعدة إطلالات لها. وهذا الفستان حرمت أحبك بغنية حرمت أحبك كان نقلة نوعية، كانت هي ستار ولابسة ستار، فستان مسكوب على جسمها ورسم لها جسمها بطريقة أكثر من رائعة. اختارت وردة العباية بأحد البرامج التلفزيونية وهيدي المرة الثانية.
عم نشوف هون وردة بآخر مراحل بحياتها كانت تعتمد القصص اللي بيريحوها، يعني هون بالانترفيو طالعة بعباية بس طالعة على وردة، يعني فيها تطريز فيها موديل اللون الحلو. وما ننسى أبدا أنه كانوا لابسة حلقات جديد حلوين من الدايموند، هون كانوا بتخيل عاملين لها مفاجأة أو شيء من هالنوع. على طبيعتها وردة إتس وردة. إيه صح، وردة هي وردة، وعندها شيء بيميزها لوردة علي، ما بعرف إذا هم توفقني الرأي، عندها الكتف، عندها الطلة. صحيح. يعني حتى لو لبست روب دو شامبر وظهرت بتحسها لبسة شيء حلو. والأحلى من هيك إنه لما تشوفيها بتحس إنه عندك بوجهك نجمة بقيمة صح. وردة. صحيح، وهيدا الشيء مش موجود عند كل النساء، إنه أبداً. شو ما تلبسهم بيقولوا بتلبس العود بجود. هيدا شيء خطأ، لأن أوقات الواحد إذا هو حلو شو ما تلبسه بيطلع حلو. وتصديقاً على كلامك عن جد، هون بدي أقول للمشاهدين أوقات الفستان بيلعب دور مهم بمسيرة الفنان. يعني هون لما شفنا شويتر بالفستان مثل ما قلت الستارز، عن جد هذا ما حدا بينسي هذا الفستان. صح 100%، وحتى كان هو كفر للكاسات. صحيح، بهيدا الفستان بتذكر أنا أنه هو اللي كان موجود على الكاسات، لأن كان بوقتها في كاسات. مزبوط.